مرحبا واهلا وسهلا فيكم من جديد. بتمنى تكونوا عم تستمتعوا بمتابعه القناه، وما تنسوا الضغط على زر الاشتراك لمتابعه كل جديد مع اكلات بيتوتيه. اليوم بدنا نعمل عجينه فطاير الدجاج مع الفطر. محتاجه وصفه اليوم ما يعادل 700 جرام صدور دجاج فريش، محتاج معنا لفليفله عدد واحد، فيكم تختاروا النوع اللي بتحبوه، اخضر احمر اصفر على راحتكم. في رح نحتاج معنا لبصل عدد واحد، رح نحتاج معنا لفطر مقطع، انا قطعته بشكل طولي مثل ما انا شايفين، لما يعادل 250 جرام ربع كيلو. رح نحتاج معنا لحليب اللي هو الفول كريم كاسة، كمان بتلاقوه جاهز عادة بالجميات. رح نحتاج معنا لنستخدم معلقة صغيرة زعتر بري، رح نحتاج معنا كمان لمعلقة صغيرة أوريغانو، رح نحتاج معنا لملح خلال عملية التحضير، بالإضافة لبهار أسود أو اللي هو الفلفل الأسود مطحون. بالنسبة للباستري رح نستخدم اليوم اللي هي شرايح الباف باستري اللي هي الفطاير المنفوخة، بتكون جاهزة من الجمعيات. رح نستخدم معنا ما تقريبا 4 شرايح. وهلأ رح نبدأ بالتجهيز. هلأ المرحلة الأولى، رح نبدأ بتجهيز الدجاج وتقطيعه. أنا شلت الجلد من الصدورة مثل ما أنا شايفين، ورح أبدأ بتقطيع الدجاج بشكل طولي، يكون بهالسماكة هاي ما يكون سميك كتير. ورح نقطع الصدرين اللي عنا، وبعدين نغسلهم بالمي والخل والملح، وننتقل للخطوة اللي بعدها. وهلأ مثل ما أنا شايفين أنا قسمت الدجاج، قطعته مثل ما حكينا. هلا راح ارش عليه شوية رشة ملح، وراح احط عليه شوية خل ابيض، وراح انقعه بالمي تقريبا 5 دقائق. وهلا خلال هاي الاثناء راح انا افرم الفليفلة والبصلة وخليهم جاهزين على طرف. مثل ما انا شايفين انا قطعت البصل وقطعت الفليفله كمان، حطيتهم على طرف. وهلا رح ابدا بتنظيف الدجاج اللي حطيناه مع الخل والملح. وهلا رح ننتقل للخطوه اللي بعدها. رح نحط المقلايه على النار، على نار تكون فوق المتوسطه. رح نضيف تقريبا معلقه كبيره زيت نباتي، وبعدين نبدأ بتقلاية البصل، ورح نحط له رشة ملح ونحركه على النار. وهلا أول ما البصل يبدأ ياخذ لون معنا يصير لين، رح نبدأ بإضافة الدجاج. ونحركهم مع بعض. طبعا بدنا نستنى لبين ما الدجاج ياخذ لون، يتغير لونه ويصير تقريبا مايل للابيض، وبعدين ننتقل للخطوه اللي بعدها. هلا خلال هاي الاثناء انا راح احمي الفرن على درجه 190، بحيث اول ما نخلص التحضيرات يكون الفرن عندنا حامي، وننتقل للخطوه الاخيره. وهلا اول ما بلش الدجاج ياخذ لون معنا مثل ما انا شايفين، راح نضيف الفطر، وراح اضيف الفليفله، وراح نضيف رشه فلفل اسود، وتقريبا مثل ما حكينا معلقه صغيره اوريغانو، ومعلقة صغيرة زعتر بري، ونحرك المكونات كلهم مع بعضهم. راح اضيف لها كمان رشة ملح، ونتابع التحريك. راح نحركهم تقريبا لمدة 2 لـ 3 دقائق، بعدين راح نضيف حليب الكريمة بالخطوة اللي بعدها.
وهلا تقريبا بعد 3 دقائق بعد ما حركنا كل المكونات مع بعضهم راح نضيف حليب الكريمه ونحركهم مع بعض وننتظر ليصير معنا الصوص سميك شوي، بعدين راح نطفي تحتها مثل ما راح نشوف. طبعا اول ما يبلش يغلي معنا الحليب راح نهدي النار، نخليها على الهادي وننتظر مثل ما حكينا لما نحصل على صوص سميك. وهلا بعد تقريبا 20 دقيقه على النار، على نار هاديه مثل ما انا شايفين كيف الصوص صار معنا سميك شوي، فانا راح طفي تحت النار هلا وننتقل للخطوه اللي بعدها. وهلا الخطوه الاخيره راح نجيب صينيه فرن بهالحجم هذا مثل ما انا شايفين، وراح نفرش عليها هي شرايح الفطاير اللي جاهزة حكينا عنها أول الفيديو. طبعا حسب حجم الشرايح ممكن تحتاجوا شريحة واحدة إذا عندكم شرايح حجم الكبار، أو تحتاجوا شريحتين إذا الحجم صغير عندكم. أنا رح أستخدم شريحتين. وهلا راح نحط خلطة الدجاج، راح نفضي خلطة الدجاج اللي عملناها، وهلا بنرجع مرة ثانية بنحط على وش الصينية شريحتين ثانية. والأطراف إذا بدكم نرجع نجمعهم هون بالطريقة هاي. مثل ما شايفين. وهلأ الخطوة الأخيرة مشان نزين وش الفطيرة، أنا جد رح أستخدم صفار بيضة مثل ما شايفين، رح أحط معها تقريبا معلقة كبيرة حليب، راح احركهم مع بعض. راح ادهن هلا وش الفطيره هلا بالاخير راح زينه بالروزماري، راح اضيف احط لها شويه زيت زيتون للروزماري. وراح ندخله على الفرن مثل ما حكينا على درجه 190 لبين ما يصير وشها معنا لونه بني، تقريبا بتاخذ لها بين 15 20 دقيقه. هلا رح ادخله على الفرن اللي حمناه من تقريبا ربع ساعة وراح ننتظر عليها. وهلا بعد تقريبا 20 دقيقة بالفرن طلعت الفطيرة مثل ما انا شايفين، رح خليها شوي تبرد وبعدين بتكون جاهزة للتقديم، والف صحة وهنا. وهي هلا بعد ما صبيناها للتقديم مثل ما انا شايفين، والف صحة وهنا.